العلم الإيراني يرفرف في كل شارع في طهران تقريبا، كما تنتشر الشعارات المناهضة للعقوبات التي يفرضها الغرب على إيران. لكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني يبعث الارتياح في نفوس سكان العاصمة طهران، الذين يأملون في نهاية لعزلتهم الدولية، وهو ما يمكن أن يحدث الآن. فإيران سوق واعد يتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع أوروبا تقليديا. الآلات الصناعية الألمانية مرغوبة جدا في إيران، فهذه الآلة لتقطيع الجبن مصدرها بافاريا، ولا تزال تعمل بشكل جيد رغم قدمها. نعمل منذ 5 عقود بآلات ألمانية تتمتع دائما بتقنية حديثة وتنتج بنوعية عالية، وهذا ما يساعدنا في كسب المزيد من الزبائن. نحن بحاجة إلى هذه التقنية في إيران، وفيما يخص التقنية العالية فإن الألمان رواد في هذا المجال. يبلغ ثمن هذه الآلة مئات الآلاف من اليورو، وهي تنتج 1000 علبة جبنة في الساعة الواحدة. أمير ستودة مسؤول عن الجانب التقني، وهو المدير الإقليمي لمصنع الآلات الألمانية. مهمته رعاية الزبائن في الشرق الأوسط، علما أن رعاية الزبائن على مدار الساعة أمر غير بديهي هنا. سيكون هذا جزءا من خدماتنا في المستقبل، كما سنعمل على توسيع نشاط الشركة. إلا أن المشكلة الكبرى التي تواجهنا هي أن إيران معزولة عن النظام المالي الدولي، الأمر الذي يزيد من معاناة البنوك، خصوصا فيما يتعلق بدفع المستحقات المالية. الحظر الاقتصادي منذ 13 عاماً جعل عمل الشركات الغربية في إيران أمراً شبه مستحيل، لكن بدأ الآن الاهتمام يتزايد بالسوق الإيراني والاستثمار فيه من جديد. المدير الإقليمي لشركة ملتيفاك ستودي سعيد باحتفاظه بعلاقاته التجارية طيلة السنوات الماضية كي لا يضطر للبدء من الصفر. ففي إيران توجد آلات قديمة بحاجة ماسة إلى التبديل. لم نسجل أرباحا في السنوات الماضية، فالسوق الإيراني كان سوقا خاسرا بالنسبة لنا، لكن الزبائن يقدرون ما قدمناه لهم. على بعد 4000 كيلومتر من طهران، وفي منطقة فولفرتشفندن في ولاية بافاريا، تصنع آلات التعليب في مصنع ملتيفاك. مدير مصنع هانس يواخيم بوكستيجرس مسؤول عن التسويق العالمي للآلات، والبقاء في إيران كان استثماراً في مستقبل الشركة على الأقل، لمنع المنافسين من الدخول إلى السوق. لقد سبق للأتراك والصينيين أن حققوا نجاحاً ملحوظاً في السوق الإيراني في هذا القطاع في السنوات الماضية، لأنهم غير معنيين بالحظر المفروض، وتمكنوا من إثبات وجودهم في إيران في وقت بدأت فيه تعاني من تبعات الحظر، وكان لاستثماراتهم أثر إيجابي سيستفيدون منه الآن. المهم الآن هو إعادة تنشيط العلاقات التجارية القديمة، لأن السوق الإيراني الضخم سيكون له دور كبير على الصعيد العالمي.